السلام عليكم أحبائي في الله، مرحبا بكم. لن تصدق، هذا الكنز الكبير يوجد في باطن الكعبة المشرفة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة الله المهدي. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى كنز الكعبة، وحسب ما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم لا يوجد دلالة على هذا الكنز أنه من الذهب والمجوهرات، وهو المعنى المعتاد لكلمة كنز. فكان هناك اختلاف على تفسير معنى الكنز الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في حديثه. في اجتهاد العلماء لتفسير الحديث الشريف توصلوا إلى أن الكنز المشار إليه هو الحكم، فيما فسره البعض على أن المقصود به الذي حصر الفرات. فيما يتعلق بالرأي الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بكلمة الكنز الحكم، ففي الحديث الشريف يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك ثلاثة حكام لثلاث دول يقتلون شعوبهم ليستمر أولادهم في الحكم، ولكن لا ينال أحدا منهم ذلك. وجاء في هذا الاجتهاد من وجهة نظر العلماء لعدم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نوع الكنز في الحديث. واستند العلماء في هذا التفسير على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبيع الرجل ما بين الركن والمقام، ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، هم الذين يستخرجون كنزه. حيث يتكهن هذا الرأي أن الدول الثلاثة المشار إليها في الحديث هي مصر وليبيا وسوريا، والله تعالى أعلم. أما من وجهة نظر الرأي الآخر ففسروا الكنز المذكور على أنه الكنز الذي حصر الفرات، وذلك استنادا إلى الحديث الشريف: اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة. حيث يشير الحديث الشريف إلى أن انحصار الفرات عن جبل من ذهب يحدث عند ظهور المهدي وقبل خروج عيسى عليه السلام، والله تعالى أعلم.